هلا بكره رأيتي. الجمعه ب6 الشهر رح يستقبل السراي الحكومي حفل تخرج ملائكه الاعمال او مستثمرين منفردين شاركوا ببرنامجين يلي هن The Seeders and LWAF وذلك بمبادره من اي ام كابيتال. وضيفتنا لليوم غنوه دندش، حضرتك مسؤوله البرامج باي ام كابيتال، رح ناخذ تفاصيل منك اكثر عن هالحدث. صباح الخير. بونجور. صباح الخير. بداية ما نحكي عن أهمية هيدا الحدث، شو رح بيصير بكرة تحديدا بالسراي؟ البكرة هو رح نعمل تخرج مجموعة الانفسترز المستثمرين الأفراد اللي عنا إياهم بأي أم كابيتال. بس إذا بتحبوا هيك يوضح لكم شوي شو بنعمل بأي أم كابيتال. فهي انطلق ضمن مشروع أطلقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هن الـ USAID. انطلق مشروع أي أم كابيتال من 3 سنين بـ 2015، واكثر اذا بدكم هدفه انه نشجع الاستثمارات بالفتره الاولى من المشاريع البدائيه بلبنان، تنشجع نخلق فرص عمل للستارت ابس. يعني الستارت ابس اكزاكتلي، تنقدر نخلق لهم فرص عمل، تنبقي هالشباب واليوث بقلب لبنان تما يضلهم يسافروا ويبلشوا على شغل. اوكي، بس في جمله كثير بتلفت النظر يلي هي ملائكه الاعمال. شو يعني ملائكه الاعمال؟ هي ملائكه الاعمال هن البزنس انجلز. بزنس انجل هو شخص، تجمينها حرفيا ايه، هي اذا بدك المستثمر الفردي، هو شخص عم بحط من مصرياته يعني من هيز اون بوكيت مصاري تيدعم الستارت ابس. وهيدا الشيء خلقني باي ام كابيتال، خلقنا نتورك لهول البزنس انجل انفستر، يعني اشخاص بيكون عندهم شركات او مؤسسات كثير كبيره او معهم مصاري قادرين يمولوا المشاريع الجديده او المستثمرين المنفردين الجداد. 100% بيكونوا اشخاص عندهم حابين عندهم مبادرة يساعدوا هول الستارت ابس بمبلغ مالي معين. هلا انتبهنا انه كانوا موجودين بلبنان، يعني في كثير اشخاص حابين يحطوا مصرياتهم بالستارت ابس، حابين يدعموا هاليوث، بس مش عم بيعرفوا كيف. فلهيك خلقنا مبادرة برنامج من برامج اي ام كابيتال اللي هو اسمه سيدرز. سيدرز انخلق هذيك السنة، جمعنا 26 مستثمر فردي انفستر، ما ضروري يكون عنده فكرة على الستارت ابس ان جنرال، جمعناهم ببروجرام بجروب واحد مثل صندوق استثماري لإلهم كلهم، كل واحد حط مبلغ 15,000 دولار وصار خلص وان جروب فوند، وصاروا هن يستثمروا بستارت ابس لبنانيه. هيدا البرنامج الاول، هيدا البرنامج سيدرز. بما انه اخذ نجاح قوي قررنا نرجع نعمل سيدرز 2017 18 اللي هو مثل دفعه جديده، عملنا اكشلي تو بروجرامز جديد ب 2017 18. سيدرز اللي فيها السنه 23 مستثمر جديد، والالوا في لبنيز وومن انجل فوند اللي هو مثل سيدرز بس موجه بس للنساء، يعني المستثمرين هن نساء والرواد الاعمال هن كمان نساء. سيدرز فيه نساء؟ في نساء ورجال، بس هذا الوف فيرلي للنساء. اوكي، طيب شو بحسب شغلكم معهم اكثر المشاريع يلي تم اطلاقها هلا بدفعه 2017 و18؟ هلا نحن بكره بالايفنت اللي عندنا اياه رح نعلن عن الاستثمارات اللي صارت، بس الحلو باي ام كابيتال لانه يو اس ايد فندد، منا محصورين باندستري معينه بقطاع معين، فينا نعمل نستثمر بكذا مشروع ان كان بالتكنولوجيا، ان كان بالموضه، ان كان بالزراعه. ومن 3 سنين لهلا اي ام كابيتال اخذت الانشيتيف انه تستثمر باكثر من 20 بروجي مشروع من عدة قطاعات، وهذا الشيء بيميزنا من 2015 من 3 سنين. بتتابعون لهالمشاريع؟ أكيد أكيد. وين صاروا؟ يعني أبرز الأشياء، أبرز الأشياء أنه في أعطيكم إكزامبليت مثلا، إذا بتعرفوا الأتوليه جميل، نحن كنا من المستثمرين الأول بهالمشروع، ومن يعني من إذا بدك الإنبوت اللي حطيناه، ويمكن هن صاروا من الأول هلا حتى بمجال صناعة العسل، يعني كبروا بشكل مش معقول، فتحوا مطعم بوتيكات، فتحوا مطعم، صاروا عم بيعملوا كونسبت إنوفيشن، يعني عملوا مثلا هاني الواين اباز ذا هاني، يعني فاتوا بمشاريع. نحن مش بس المصاري اللي عم نعطيها، نحن اتس كولد سمارت موني، بنعطي مصاري بس بنفس الوقت بنعمل منتبعهم بنرشدهم. قد ايه بتشاركوا بتوزيع المشروع؟ يعني بدعمه اعلانيا او اعلانيا؟ قد ايه انتم بتشتغلوا بهالمجال كمان؟ هيدا ضمن نطاق شغلنا، يعني نحن وقت نستلم يعني مش مشروع، بس ماني وايز عم نحكي، اكيد لا، نحن بنستلم نتبنيه من كل النواحي، وقدر انت ندعمه يكبر. ونحن هدفنا، نحن بنجي ايرلي ستيج، يعني باول مرحلة. باول المرحله،
فهدفنا بدنا نشوفه يكبر، وقت نشوف مثلا الرود ماب تبعه لازم يعني يكون في طريق واسع له، مش بس بلبنان، يعني يكبر بلبنان وبرات لبنان، ونعمل كل اللي بامكاننا تنكبره، يعني المستثمرين تبعولنا ثرو ذير نتورك بيساعدون، نحن بنساعدون، يعني بتكونوا حاطين مثل مايلستون مع أكيد. كل فريق أكيد. ولازم يوصل له بهالمرحله المعينه. نعمل دائما فولو ابس معهم، نتاكد انه ماشيين على اون ذا رايت تراك. طب غنوه، بكره كم شخص او كم مشروع رح ينطلق ابتداء من السراي؟ اوكي، بكره بالسراي عم نحتفل بتخرج هالمجموعتين اللي حكيتكم عن حكيتهم، سيدرز والوف، اللي هن 46 انجل انفسترز رح يكونوا موجودين. بدنا نحتفل فيهم وبدنا نكرمهم كمان لانه كانوا بهالبروجرام. بهالبروجرام مش بس حطوا مصرياتهم، اخذناهم ببرنامج تدريبي تنعلمهم هاو تو بيكم سيرتيفايد انجل انفسترز، وبنفس الوقت عم نجيب لهم بايب لاين ستارت ابس تيشوفون ويقرروا يا يحطوا مصرياتهم فيهم يا لا. اوكي. فرح يتخرجوا ورح نطلق الموسم الثاني او الباتش الثاني من هولي سيدرز والوف 2018 2019، ورح تكون هيك يعني هو الايفنت رح يكون تحت رعايه دوله الرئيس الشيخ سعد الحريري، واكيد في كذا 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 شخصيه حتكون متواجده. قديش بتتعاطوا لما تشوفوا انه هالمشروع يمكن ما يزبط؟ لك رح هي اجمالا ستارت ابس اتس ريسكي بزنس، ما فيك تاكدي اذا حيمشي ولا لا، بس من ضمن اذا بدك نطاق شغلنا او من ضمن البيلرز اللي بنشتغل فيها هي عم نعطي اسيرانس، بنعطيهم هيدا الشيء ما حدا فكر يعمله، بنقدم انشورنس للانفستور للمستثمر اب تو 50% بحال فشل المشروع او بحال ما نجح مثل ما متوقع، نحن بنأمن له 50% على استثماره، وهيدا الشيء تنشجعه من قيمة الاستثمار اللي حطه. كل هالشيء كرمال نشجعه، اول شيء كبر راس المال لانه عم نأمن له 50%، وثاني شيء كرمال نشجع العالم يستثمروا بهالشركات الناشئه بهالستارت ابس، انه بالنهايه هول الشركات المعقول تلمع وهيك تبيض وجه لبنان بالعالم. او يعني هي مبادره كثير مهمه عم تقوموا فيها انتو اكيب بي اي ام كابيتال، برافو غنوة، ومتمنى كل التوفيق لكل الاشخاص اللي بيامنوا بلبنان يضلوا يستثمروا بلبنان، ولكل الشركات الناشئه الجديده اللي كمان عم نشوفها هلا. اهلا وسهلا فيكي. نحن مع غنوة بنكون عم نوصل لختام حلقتنا لليوم، وبنختم مع تقرير رياضي. بنشوفكم بكره بحلقه جديده. باي. باي. تم طبخ الأخطبوط الذي تنبأ بنجاح جميع مباريات مرحلة المجموعات في اليابان في كأس العالم، وتم ذبحه وإرساله ليتم بيعه في 27 يونيو وفقا للصياد يلي كان قد اصطاد في الأصل لرأس قدمي نفساني. نجحت الرخويات التي سميت رابيو في اختيار الفائزين في مباريات اليابان خلال 3 تجارب أجريت في بركة التجذيف في 19 يونيو يوم مباراة اليابان الأولى ضد كولومبيا. تم تقسيم بركة التجذيف الدائرية المستخدمة للتجربة إلى 3 أقسام، واحدة مع العلم الياباني وعلامة أخرى لخصم وعلامة تشير إلى رسم، كل منها بسلة مائلة تنتشر في المحار الذي يمكن أن يسبح رابيو. بعد هذه التجربة فازت اليابان على كولومبيا وتعادلت مع السنغال وخسرت أمام بولندا، وتوقعت النتائج بنجاح من قبل رابيو. على الرغم من الأخطبوط الذي اكتسب بعض الشهرة الوطنية من أجل نبوءاته، أرسل الصياد الذي أمسك به كيميو أبي إلى السوق قبل مباراة اليابان الثالثة ضد بولندا. أصدر المورون بيان قالوا فيه بأنه لم ينوي أصلا أن يصبح صيد أبي حيوان أليف، وأراد طرحه في السوق في حين لا يزال طازج. رابيو ليس أول أخطبوط أوراكل للتنبؤ بمباريات كأس العالم، وتنبأ بول وهو أخطبوط في ألمانيا بشكل صحيح بست مباريات في كأس العالم في 2010. تبحث مدرسة لكرة القدم في ليبيا عن نجم قادم صغير في اللعب ببلد عانت فيه الرياضة من نكسات ثقيلة بسبب الاضطراب السياسي. وتأسست مدرسة البداية في 2013 في مدينة مصراتة الليبية بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في كرة القدم. ومنذ بدأ في 2013 قدمت المدرسة موهوبين لكثير من الفرق الرياضية، بينهم 4 لاعبين انضموا لمنتخب ليبيا للشباب. مدير ومؤسس المدرسة جمال المحيشي قال إنه هذه أول مدرسة في ليبيا تركز على المواهب في كرة القدم. وأضاف المحيشي من بدايتنا في 2013 والآن نحن والحمد لله في 2018 حوالي 5 سنوات وداخلين في 6 سنوات الأقبال كان ممتاز جدا، فيه قناعة كبيرة من خلال أولياء الأمور من خلال التماسهم دور المدرسة ووصول الناشئين للأندية، حتى الناشئين من داخل اكتشاف المدرسة وصلوا حتى المنتخبات الوطنية. عندنا في منتخب الشباب وعندنا في منتخب 14 سنة، ويتدرب في المدرسة وهي خاصة بالذكور فقط حاليا 450 طفل أعمارهم بين 6 و 13 سنة، وبعد ما يتخرج الأطفال من
المدرسة بينضموا لأندية احترافية ليتدربوا ضمن فرق اللاعبين الشباب فيها، والمدرسة ليست مجانية ولكن لا ترفض قبول غير القادرين. ويرى أب انضم ابنه للمدرسة بأنها هامة جدا لليبيا. صلاح عبد العالي قال أن المدرسة تعتبر خطوة جبارة، خطوة كبيرة في ليبيا وأول مرة، وعنده ابنه مولع بكرة القدم، ولما سمع بفكرة المدرسة تشبث بالمدرسة لدرجة أنه الليلة اللي سبقت أول يوم تدريب لم ينم وهو ينتظر في الصباح للذهاب للتمرين. ومع تأثر كل مجالات الحياة في ليبيا بالاضطراب السياسي، لم تستثنى الرياضة من قرارات لوقف مباريات كرة القدم وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حظر على استضافة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لمباريات دولية. طفل يتدرب في المدرسة الجديدة ويدعى عيسى شتاوي وهو يبلغ من العمر 11 سنة قال: موهبتي كرة القدم، ونتفرج على البرازيل ونتفرج على ريال مدريد، وفرحت لأن عمي سجلني في هذه المدرسة كي أتدرب وأصبح لاعب كبير وأسجل في منتخب ليبيا إن شاء الله ونلعب في كأس العالم. وتعاني ليبيا من صراع سياسي وبعد انتخابات متنازعة على نتيجتها في 2014. شعر قليل من اللاجئين السوريين في لبنان بفرحة نادرة وهللوا للبرازيل اللي صعدت لدور 8 في النهائيات بفوز على المكسيك. وفي خيمة صغيرة في مدينة طرابلس في شمال لبنان تابع مجموعة من الرجال والأطفال المباراة بينما علقوا علم ضخم للبرازيل على أحد جوانب الخيمة. ويعتبر شاكر بديري الذي لجأ إلى لبنان قبل 6 سنوات مباراة كأس العالم فرصة لرفع روحه المعنوية. وإلى جانب شاكر يجلس أحمد وهو شاب سوري لاجئ من إدلب شاهد المباراة وهو يلف عنقه بعلم البرازيل. وفي الخيمة شعر أحمد بسعادة واطمئنان وهو يشاهد المباراة وحوله حشد من الناس. وقال أحمد: ولأني عم شجع البرازيل والمونديال بشكل عام من شان هيك ما أحس بالمأساة يلي كنت عايش فيها. قال الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يواكيم لوف مدرب ألمانيا سيبقى في منصبه رغم إقصاء فريقه من دور المجموعات في كأس العالم في روسيا. وقال الاتحاد الألماني في بيان: سيواصل لوف نشاطه كمدرب منتخب وطني. أضاف أنه لوف أبدى رغبته في الاستمرار وأنه يتمتع بدعم الاتحاد. وقال لوف أنه سيستغرق بعض الوقت للنظر في موقفه بعد تعثر أبطال المدافعين عن كأس العالم في الجولة الافتتاحية للمرة الأولى منذ عام 1938. وقال اللاعب البالغ من العمر 58 سنة والتي تولى تدريب الفريق في العام 2006 وقع مؤخرا تمديد للعقد حتى عام 2022 بأنه يتحمل مسؤولية الخروج المبكر بعد خسارته أمام المكسيك وكوريا الجنوبية في دور المجموعات.